وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلمهم في الدارين: صفة الأنصار. أنصار تلمان تادي باب كذي ويان. أخرج العسكري في الأمثال عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال. قدم وحلوك يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بمال حلوك يعني من البحرين. تلك البحرين وانا منطقة منت إحساء لو يقنع سعود كتالة البحرين هذا ما قشمها جزيرة يدولة منت لو يقنع البحرين. للكاس وارولك مركز سعودي يقدر يكويد الدحية أي بحرين لورنجري بمال بالغ كان من البحرين. فتسامعت به وحا اسم قشيي حولها لكاني المهاجرون والأنصار أي اسم قشيي إن حول لكاني. فغدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله بكسوك اللهين وذكر حديثا طويلا بمركا شيغي فيه حديثك وحاكم ذها إن نبقى عليه السلام آخر كيس للأنصار يكيري إنكم أنصاري ما علمت وحان أغهي ماذا بمعنى الذي وين الذي علمت وحان أنيقو أغهي تكثرون إن تصبذتان عند الفزع مركا أرققح إيا دغالك إيا جهادك واد صوبادتان وتقلون واد ياراتان عند الطمع قولكي واحلا قيبسن واحلا عوني الدنيا لقيبسن لايدين ما أركو مركا دبجيرين واد صوبادتان كذا في كنز العمال. مركا تاوحي قتوس إيسا صفة الأنصار. وأخرج البزار عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه بايري لأبي طلحة أبو كيري اقرأ قومك السلام أنصار بوها وأنا أنس بيدي نكي قبي اقرأ قومك السلام تلك أنصارات سلانك جارسي وأخبرهم وحاذو الشيكتا أنهم أنصار ما علمتم يعني ما وحقر انت دائما ولقي يا الله علمتم وحال اذن اقيهي اما اذن اقيهي اعفة داد اذو دورناتهين صبر او صبر بدن اناتهين بان اقيهي. قال الهيثمي وفيه محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف وسيأتي ذلك من وجه آخر أبو كيم دنا عن أنس وأخرجه أبو النعيم عن أنس كما في الكنز. قال حين دخل أبو طلحة تبعوص وقال على النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي في شكواه حنونك الذي قبض فيه وكردنتي. دخل أبو طلحة وصقل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي وصقل في شكواه حنونك الذي قبض فيه حنونك النبي قرد انت عليه السلام مرك أبو طلحة سو زيارتي. فقال نبي حكيري اقرأ قومك السلام تلك سلانك جارسي فإنهم أنصاري أعفة صبر أعفة وعدد لورسون صبر أو صبر بدن. وأخرجه الحاكم وقال الصحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فقال الصحيح. وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن شداد يقول وحير الدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وأقل على سعد بن معاذ وهو سعد يكيد أي قرميس بنفسه نفتي سيبه يعني قري سكرادي. فقال نبي سعد حكير جزاك الله خيرا إلهي خيرها كوكو أبا المري من سيد قوم قوم سيدك أضهيت
فقد أنجزت واد فلسي الله إلهي باد أفلسي ما وعدته وحظ بلن قاضي ولينجزنك الله إلهي نوكوف لندونا ما وعدك وحكو يبوها يوكو بلن قاضي. وأخرج الإمام أحمد والبزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غيري ما يضر امرأة ناق مرد بيو نزلت دكتي بين بيتين لبقري ومن الأنصار أنصار أو نزلت أما دكتي بين أبويها لبذا ذي أبو معنون وحوين أنصار لب ملي ناق وحون لإلاليو دسك ضعيفها ماشي دون المدينة هذه اللي بقول دح دكتور عيد والحد السنة يساي مجرته يعني وضد لبير أنصارته هذه صفة الأنصار. قال الهيثم يحيل رجالهم ورجال صحيح إكرام الأنصار وخدمتهم هذا وباب إكرام الأنصار أنصار إكرام كذي إلا إكرامه إيا وخدمتهم. أخرج ابن عدي والبيهقي وابن عساكر عن أنس قال وحير جاء أسيد بن حضير أيا وحؤي من ذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قسم أساقو النبي أقيبي هكذا وقد قسم وكان نعم وحير عن أنس قال جاء أسيد بن يعني إكرام الأنصار باب كتان كون نقدة إكرام الأنصار أنصار إكرام كذي إيا وخدمتهم خدمة إيا وخدمين هيين هكذا مركا يعني خدمة إيا إكرامكم من الأنصار. جاء أسيد بن حضير بيمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان نبي وحوها عليه السلام قسم كيقبي طعاما نبي عن تقبي عليه السلام فذكر له أسيد بأن نبي أشيغي أهل بيت من الأنصار أنصار قره كم ذا هو من بني الظفر ري بني الظفرها فيهم قره حاجة باهي أذك باهيسا وجل أهل ذلك البيت قره دتك أبضاننا نسوة ودمر باهي بدن ويهيسا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي غير تركتنا يعني دبت نوردكت يا أسيد حتى ذهب ما في أيدينا يعني إمك هذه الشيء توحي بعند ميجي فإذا سمعت بشيء قل كذا وحما قشو قد جاءنا نويمت وفرجي عنتئي داقها فاذكر لي أهل ذلك البيت قرق إيسو الشيك. فجاءه بعد نبي عليه السلام قذال وحاوي من ذلك طعام باويمد من خيبر باور نبي وحاوي مد شعيرا قمندي باوتمد وتمرا يتمر. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس دتك بأقيبية وقسم في الأنصار بأقيبية وأجزل ونؤبذي أنصار وقسم في أهل ذلك البيت قريقان قيبوسي فأجزل يغن وأبذي قريقي. فقال أسيد بن حضير بايير متشكرا سوى مهدنا قيا جزاك الله أي نبي الله أطيب الجزاء نبي إله يوم أبالك أوناكسا إلهي أكو أبال مريم أو قال خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حيري وأنتم معشر الأنصار أنصار إذنكنا فجزاكم الله أطيب الجزاء إلهي هيدن أبال مريم أبالك أوناكسا أو قال خيرا. فإنكم أنصاري ما علمت وحان أغهي أعفة إن أتيهن دوصون صبر وصبر بدن وسترون بعدي وحاد لكم من دون تن أثرة إحشو أدبا لذنك إحان دونا لذنك قبيار ذين دونا في الأمر حكمك إيو وحكست مالكبا أرنكست إحشد أركي دون تن
والذين قام بذحين دونا وسترون بعد وحركة أثرة حشوف الأمر الذين كجاء يحضو يو القسم حتى قيبين توالذين كي أحن دونا مركب محايدين يلا فاصبروا اسك الصبر حتى تلقوني على الحوض إلى بركد يدرك أذيقول كل ميسان اسك الصبر كذا في كنز العمال وأخرجه الحاكم أيضا في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه قال الذهبي صحيح وعند الإمام أحمد عن أسيد بن حضير قال حيري أتاني أهل بيت من قومي قرب أي من تلقيها أتاني أهل بيتين أتاني أهل بيتين جزاكم الله خير أهل بيتين لما قرب أي من قومي أهل بيت من ظفر قرر هذا ظفر بوها وأهل بيت من بني معاوية ريب بني معاوية لما قرب أي من فقالوا حيقول رهدين كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نولا هذا يقسم لنا وحن وقيبيو أو يعطينا أما هنسيو أو نحو ذلك أو نحو هذا أما هذا الساسو كليرا هذين فكلمته النبي قيبان لهذا لي فقال نبي حور النعم أقسم لكل أهل بيت منهم شطرا قيب أيان سين دونا قري كستا فإن عاد الله هدو إلهي إنه سعلي وحداق هنا عدنا عليهم وانكعرين هنا إيقنا قالوا حير قلت وحن كويري نبي قان كويري جزاك الله خيرا يا رسول الله قال نبي حير وأنتم فجزاكم الله خيرا فإنكم أنصاري ما علمتكم وحان إذن أغهي أعفة صبر إنكم ستلقون أثرة بعدي فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قسم عمر بمرو حقيبي حللا اسكجوغي بين الناس ذكي بوقيبي فبعث الي اسيد بير منها وحي قصدر حللك بحلة اسكجوغ فاستسقرتها وان يريستي يعني ويا فاستسقرتها وان يريستي بركب ما يكيراتي مس يذيبو يريستي بقى فبينما أنا أصلي أنيجي يتكن هيا أيوري أسيد إذ مر بي شاب من قريش من قريش هاي صومري عليه حلة اسكجوك باسارنا من تلك الحلل اسكجوك يدا كمدا أو يجرها وجيدي مركب فاستسخرت وحقر انتين وان يريستي فذكرت وحان حسوست إلما يرد مركوين جيدي أنا مرأي غير ليسي فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أنصاري ستلقون أثرة بعدي فقلت وحانري صدق الله ورسوله فانطلق رجل نبا سعودي إلى عمر رضي الله تعالى عنه بأتغي فأخبره وركيب سيي فجاء عمر باي مدبيري وأنا أصلي السيد بيرانو الصلاة كجرة أي عمر سوي استاغي فقال حوس عمر يرانو الصلاة كجرة صلي يا السيد السيد اسكتكم فلما قضيت صلاتي قال حيري كيف قلت محاتري بليري فأخبرته وركبان الشيغي فقال تلك حلة وحي أهد اسكجوغا أدويل كا قريشت كو أركتي حلة بيئة هيد اسكجوك بعثت بها وحان أدري إلى فلان من أنساري أهان أدري وهو أنساري قاسم بدري بدري بوها أحدي بوها عقبي ذاتك بيعة العقب النبي قال لقري عليه السلام بوها مركا انت صوصف بولها أنساري نوها مركا ساسا كسي ننكا فأتاه هذا الفتى ويلكيري أنساريت باننكا أتغي ويكير قريشات فأتاه هذا الفتى ويكير قريشات أيا أتغي ننكا أحدق إيه عقبق بدرق فابتاعها منه مركز كيب سدي
فلبسها ساسوك حدي أفضلنت ما وحد مودي أسيدو أن ذلك أثر حشد يكون في زماني إن وقت قرد عمياد مودي. قال أسيد حير قلت عنكوري قد والله يا أمير المؤمنين ظننت وان ملي أن ذلك إن حشد لا يكون في زمانك ويدعي لكن إن وقت عمر دعيسو ما في لين بويري يعني وانا مليئين ان وقتك قد عين. قال الهيثم يحر رواه الامام احد ورجاله ثقات الا ان ابن اسحاق مدلس وهو ثقة. واخرج ابن عساكر عن محمد بن مسلمة قال وحيري توجهت الى المسجد مساجدك ايان مرتقي مركع عمر رضي الله تعالى عن دي عدالة دي سواعان بشر بوا هذا معصوم نماهن عمر هذو لكن وحنس قلدها ادعوا مركب وسخ جري قلد صحابته وكدعي جري ودي معصومين ما هن سيده النبي وكال عليه السلام لكن مركب ويسخ جرين. اخرج محمد بن مسلمة قال حري توجهت الى المسجد مساجد كان تجي فرايت رجلا بانر من قريش عليه حله سكجوك بوقبي فقلت حنكر من كساك هذه سكجوك اندر كان يا كسي. قال وحير أمير المؤمنين قال وحير محمد بن المسلمة فجاوزت وانس كدافي فرأيت رجلا من قريش ننكران كي قريش عليه حلة فقلت من كساك هذه. قال وحير أمير المؤمنين قال وحير أوقي فدخل محمد بن المسلمة وحقر المسجد فرفع صوته بالتكبير الله أكبر بمساجك كوغلي. فقال وحير محمد بن المسلمة الله أكبر صدق الله ورسوله الله أكبر صدق الله ورسوله. قال فسمع عمر صوته عمر با صوت كيسي مقلي فبعث إليه وحو صدر محمد بن المسلمة أني تيني إيكالي. فقال محمد بايري حتى أصلي ركعتين وفرد وعلي عمر عليه الرسول عمر ننك كل كده من تكذب يري مركا فرنتي بعمر لو عليه فرد عمر بعلي عليه محمد المسلم كسو عليه الرسول أنك يصدري يعزم عليها سوق قات كان يارنتي ودارين هيا لما جاءنا إلا وإلا وإنا تمادو. فقال محمد المسلم بحيري وأنا أعزم على نفسي ألا آتيه حتى أصلي ركعتين وقات كيستي مركا عرير نويك شمركاس إنه عمر يالي هيد لكن عرنا ويكون هناك. فدخل في الصلاة صلاة بوسك قلي عمر باكرونا ذا يوم وجاء عمر بايمد فقعد إلى جنبه يسكع فريسين توتكن هي. فلما قضى صلاته قال عمر بكير أخبرني عن رفعك صوتك في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير بل عدك يتكبير مصلىها النبي عليه السلام هل كنت كورا قاديس إي ورن يا وقولك هذا الكاجيها صدق الله ورسوله ما هذا وما هو حس. قال حير يا أمير المؤمنين أقبلت وان إمد أريد المسجد أنا ومساجدك الدونية فاستقبلني فلان من فلان القرشي أي إجهر إمد عليه حلة. قلت من كساك هذه؟ قال أمير المؤمنين فجاوزت وان سكدا فاستقبلني فلان من فلان القرشي عليه حلة. قلت من كساك هذه؟ قال أمير المؤمنين فجاوزت فاستقبلني فلان من فلان الأنصاري عليه حلة دون الحلتين حوتكني كنقا كويكري. فقلت من كساك هذه؟ قال أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري أما إنكم أنصاري سترون بعدي أثرة إحشو ليدن كإحذو أي أرك الدونتان وإني لم أحب أيوري محمد بن مسلمة أن يكون على يديك عمرو من أرنتين الدعضو أظن نول مسوغين وإني لم أحب أن تكون على يديك يا أمير المؤمنين. قال محيري عمر فقال محيري صحابي فبكى عمرو ثم قال أستغفر الله ولا أعود
marka tan waxay ku tusii cismada de cismada ma jirin oo cismada nabigu ba macsuum aha alayhi salaam laakin walaalka saxaabada wax yar haduu dhac markaba way noqon hayeen Umar Baka وقال لا عود تانو حكتو سوز عمر دي سكس اها و بريد اها مين اغدعين قال فما رؤية فما رؤية لما ارق بعد ذلك اليوم فضل رجلا من قريش على رجل من الانصار كذا في كنز العمال هران وانسور افن عمر انو قلكو حديث كان مره هران انو قدارتي سند كان وحي كدن بايا انو نمسول كدقين الا نين ايها موين ان انصارها موين سوى حديث كان تبقي واخرج ابن عساكر عن زيد بن ثابت قال حين دخل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة وحال سعد ابنه ويلكيسي فسلم نبي قول سلامي سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي غير ها هنا وها هنا هل كان يا هل كان سوف فريستا واجلسه عن يميني ملك توسف فريستي سعد وقال نبي حير مرحبا بالأنصار أنصار هسور دواتو مرحبا بالأنصار وأقام ابنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كويل كيسي يران وحيو يستاق النبي هرتيسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فريسو فجلس كيرا وفريستي فقال نبي حيري ادنو سور دوو فدانا وسور دواتي فقبل كيرا وحردن كذي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله labadi gacmood ee nabiga iyo labadi lugood uu nabiga ka dhunkaday faqala nabiga sallallahu alayhi wa sallam nabigu muhiiri wa ana min al ansari anu ansar baan kamidahay wa ana min firakh al ansar ansar arurteedanahay ayuu yiri marka farxigu waa arurta ansareed baanahay faqala sa'd ibn bayri akramaka allah kama akramtana الله أكرم سادنا وإكرامتي فقال وحيري إن الله أكرمكم نبي غيري إن الله فقال سعد بير أكرمك الله كما أكرمتنا فقال نبي وحيري إن الله أكرمكم قبل كرامتي أنو إنتنا إذن كرامين النبي كادانا هي الله إذن كرامي إنكم ستلقون بعدي أثرة حشى لكم المدونتان فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وفي عاصم بن عبد العزيز الأشجعي قال الخطيب ليس بالقوي كذا في كنز العمال وكذا قال النسائي ودار القطني والبخاري فيه نظر قلت روى عنه علي بن المديني ووثقه معن القزاز كذا في الميزان وأخرج البغوي والبيهقي وابن عساكر عن أنس قال كان جرير ابن عبد الله معي في سفر فكان جرير وحوها يخدمني كي خدمي فقال وحيري جرير إني رأيت الأنصار بان أركي تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أنصار بان أركي أو النبي عليه السلام خدموين وقبان هيسا فلا أرى أحدا منهم ما أركي يقف أنصار كمدها إلا خدمته أنوان أخذ من كذا في كنز العمال حديث كمين ندافن مسينا مسوى دافن يا حسوسا حديث كان قدن بيا إنا صومرنا يا إنك لي يا الله أعلم سكرنا يا متكو ذوينا جرير يا أنس تانا نصور دافنا جرير أيا إمك قفك الله أخذ من ما أنس فهم سوى جرير أنس مركا جرير بنا كدا وينا وحو أخذ منا ينا جرير كمهاجير بوها أنسنا أنساري مركا حلية هاي خدمة النبي أخذ من سن عليه الصلاة الله والسلام أي أنصوم مغايا مركا عنوان كان صور دافني وحويا ماها أنصار خدمة يخدمين هاي سوى خدمة إيجا الله خدمين هاي وين وأخرج الروين وابن عساكر عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب سحابي وينا أتى معاوية معاوية تغي رضي الله تعالى عنه فشكى علي وعوضي وحوغ عوضي أن عليه دينا أبو أيوب هدانه دين بالليقو ليه معاوين دمرك بقربوها فلم يرى أبو أيوب مونا أرك منه معاوية مونا كأرك ما يحب وحجعليه ورأى بل وحو كأرك ما يكرهه وحو نعيه ويرأي حشاء يا ثلاثا صدافني
فقال أبو أيوب يري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون بعدي أثرة حارك دونتان يا حشو. قال معاوية وحكو يري فأي شيء قال لكم كل قد يا حشا أركتان محاكولو إذن كودري. قال أبو أيوب يري اصبروا النبي قلنا يري. قال معاوية كيري فاصبروا هيا اسكسبر ده هذا لكن ده هذا الكائن كيري هذا ما هين أبو أيوب الأنصاري أذكران هيسان إنه نبيك كسر دوي عليه الصلاة الله وسلامه مدينة ما أين هذا الكائن كوير هذا. فقال أبو أيوب حويري والله لا أسألك شيئا أبدا ونكجوا غيون هذا الكسر دارت أبو أيوب رضي الله تعالى أبالكين ما هين ولي إن أنا وحكو ويديسان هين. فقدم البصرة انتو دمشق كي مدبو بصرة كي مدبو أبو أيوب فنزل وحكو دقي على ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومركا أميركا أها بصرة مركا ابن عباس با أبال كيسي قرتي ففرغ له بيته ابن عباس رير كيسي يدوات كيسي بقوري كيسي كالسوقاضي يعني قوري بأسو فاروقي أبو أيوب الأنصاري ففرغ ابن عباس وحوسو فاروقي له أبو أيوب وحوسو فاروقي بيته قوري كيسي يعني إسلام تي عرور تم بكسو قادي دوان قوري أمير بصرة دنكي حكومي ويان وما تقوري دي نندن أوالي أها وات قياسي كرتا قوري سوا حيالا هدنا قوري سوا دانا قلب كورو اسكا قادو. وقال ولبن عباس حكيري لا أصنعن بك كما صنعت برسول الله صلى الله عليه وسلم ساد نبي محمد كسامي سيبان كوكو سامين. فأمر ابن عباس هو امر اهله ريركي سي اني كسوبخانو فخرجوا اسلانتي عرورتي او غعمه هيسيسته با كسوبخاي ايغون غوريغي ملقعاد كسو قادنين ابو ايوب نبي لكن مالك بكو سمي سدا هجرتي دي هجرتي كوكو نبي سو هجرت واسكي او غبخاي غوريغيس. او وقال ابن عباس هو كيري وري بخو سي راعي لك ما في البيت كله غوريغا وحياله او دنادا اسكلي وأعطاه 40,000 أفرتن كن أدهبان روسي وعشرين مملوكا يلباتن أدون كذا في كنز العمال. وأخرج أيضاً الحاكم من طريق مقسم فذكره بمعناه قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي صحيح حديث كان قصدنا وقصد صحاها ذاتك قبك هنا ذاتك وحويا حرتك هنا من حره قبأها أمبانينك قبك أها حرت أها كرام ذي سجرا. فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان حرا. وأخرجه الطبراني أيضا كما في المجمع وفي حديثي حديث وحكو جرى الطبراني فأتى أبو أيوب يمد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بالبصرة وقد أمره وحا أمير وقد لقيب يهيدنا ابن عباس بصرة عليه علي علي رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله بن يا أبا أيوب إني أريد أن أخرج لك عن مسكني وحاندون إن قرقي كاكا صوبحو كما خرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر أهله إهل كيسيب أبو بن عباس فخرجوا وأعطاه كل شيء أيوسي أبو أيوب أغلق عليه الدار وحكستو الدارت الباب كله صوحر قرقين وهو صوبحي. فلما كان انطلاقه مركا نقطة أبو أيوب إنه الصعود قال وحكي ابن عباس حاجتك دنت هذا ومحي أبو أيوب ومحاكو درن. قال أبو أيوب حير حاجتي عطائي وإن لئسي يعني عطوه وحويا ننكستو مهاجرة ما أنسار بيت الملك وحكولها ويا مركا وحيا أن حق لها بيت الملك أن كلها وإن لئسي وثمانية أعبد يسديد أدون يعملون في أرض ركيق الشقية. وكان عطاء بيت الملك وحكولها أبو أيوب 4,000 ابن عباس محوس سميي فأضعفها له وقلبا لابي 5 مرات شنجر أفركم بوها ابن عباس شنجر بوغور دفتي ومحوسيي فأعطاه 20,000 هلك أفر كون كأهيد أفر كون أيو اللبات تن كون كسي
سيدي أدون وأربعين عبدا أفرتا أدون وسيا وعيدا دن كشقي سبيل. قال الهيثم ذكر الحديث أي طبراني بإسنادين ورجال واحدهما رجال صحيح إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي أيوب. قلت وأخرجه الشيخ يوسف وأخرجه الحاكم أيضا من طريق حبيب ابن أبي ثابت هذا. فزاد بعده الكزيادي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فذكر الحديث بالسياق الطبراني بطوله. ثم قال حاكم حويري قد تقدم هذا الحديث بإسناد متصل صحيح وأعدته للزيادة ونسع لي فيه حديث كجرة في هذا الإسناد يعني حديث كنه صحيح ونكون شيئا. وأخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وعبد الله بن فضل بن عباس بن أبي الربيعة بن الحارث أن حسان بن ثابت قال حويري إن معشر الأنصار أنكم أنصار أه جماعات أيا طلبنا وحان عصني إلى عمر أو إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. شك ابن عبد الزناد إن وقتي عثمان يا وقتي عمر متكود أيا نوالي أه ومال حكم إيمان وحيري وحكدوني فمشينا وانسعني بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بانقاذني وبنفر معه سقي كوح لسعوط ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم ابن عباس بهذلي وتكلموا رجيك لنا ويهذلين وذكروا الأنصار بالشيغان يو مناقبهم فضائل كوذي ننكي والقها فاعتل الوالي ننكي والقها وعذر دارتك إنه ضمت يدي النوفل اليوم. قال حسان وحيري وكان أمرا شديدا طلبناه وحن عدسين إن أنصار دان هنا وحوين وأذقبوها. قال حسان وحيري فما زال كمزهر إنكي والقها يراجعهم إنه كعلي طلب كيجي حتى قاموا إلى أهرق إسككعين وعذره أن عذر دارين ويطلب تأذوهنا إلا عبد الله بن عباس بها رواي. فإنه ابن عباس قال محيري لا والله ما للأنصار من منزل أنصار منزل يمرتبع وحلوسين ويو ملي يعني منزل وين بليهن. لقد نصروا والإسلام كي يقرقارين وآووا إسلام كي يضمين. وذكر ابن عباس وشيء من فضلهم وقال ونكي كوي ابن عباس هذا ركيك لو اسكسوا لين كليكي بسوري ابن عباس ولكي بلمر ميا إن هذا لشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكني واقع وياقي النبي والمنافح وكي دفاعي عنه نبي عليه السلام حقيسا فلم يزل كمزول يراجعه ابن عباس إنه كل علي والك هذا لك فلم يزل كمزول ابن عباس يراجعه عبد الله فلم يزل كمزول يراجعه إنه ننكي والقه أنا أكعلي عبد الله بك فلم يزل كمزول ليراجعه ننكي والقه إنه كعلي عبد الله ابن عباس بكلام جامع يعني ابن عباس بالأمر ميي هذا الكعلي هي قنعين هي ننكي والقه. وابن عباس محو سمين يسد عليه وحبقر كسر الحدي كل حاجة حجكست حجكست ونكبقر كيانا ابن عباس الحدي فلم يجد مونه لوالقي بدا من أن قضى حاجتنا وحكوضا كوضا كوضا نكي بقر كهامل ومركوكوهي حاجتي ذي بالنفري. قال ابن حسن فخرجنا وانصوب حني وقد قضى الله حاجتنا إلهي بهذا الكيجي نوقذي بكلامه بكلام ابن عباس فأنا آخر وحان قبتيور بيد عبد الله أثني عليه وأن أماني وأدعو له نعم أثني عليه وأدعو له وأنا أدعين هي فمررت في مسجد مساج كان صومري وأنا نباس عنتها هي وحسن وحال ياي بالنفر الذين كانوا معه قد جمرك ورانا الراعية كوكي سوق وسين اسكسون أقدام مساج كوكو صومري أو فلم يبلغ مين كواس قارين ما بلغ ابن عباس هل كنا لقى رمين إن لقى رين فقلت وحانري حيث يسمعون يقول كون إن مقليان
إنه كان أولاكم بنا. إنه ابن عباس كني كان وحوها أولاكم بنا السجى أنك النجاكين مدن يعني السجى حق يقرنها يا ابن عباس. قالوا أصحاب تبحير المساج كسيف الفريدة درجة مركز الرعاية صون نقضي أجل. فقلت حنكر لعبد الله إنها قصة وحيتها رجنا مغليان والله بان كل أرثي أرنت وحيتها ابن عباس إنه يهي سبابة النبوة نبي النمت كهم بدي سويا ووراثة أحمد أحمد والنبي عليه الصلاة والله وسلام الدحل كيسين ويا كان ابن عباس كان أحقكم السقع إذن كم بدنا بها خلافة يا أمير نمت كان إذن كم بدنا. قال حسن حير وأنا أشير إلى عبد الله أنا ابن عباس كفرت كفي قيابا تحذن تريب ويري أنكويري. إذا قال هدوير هذا ابن عباس لم يترك كما تجمع قالا وحذ الأها لقائل مد هذا لا أدي وحسك علي رهذا أما الحجة كنا هدو ابن عباس تجو أما ابن عباس هدو هذا له وحجة ومدايو وحجدي سكوسو داير بمل بملتفظات كلمات أي حجدي سكوسو دايا لا ترى بينها أذن أركين كلمات كرحض وضع فضلا وح ديريا يعني كلمات سمن ولا ميزاما أو إسك ولا مدأها أيها الدو هذل ابن عباس كو هذلا مد هذلنا هذلو مدايو. كفى ابن عباس يعني هذا الكيس وكف لنيه أو كفى وكف لنيه أو شفى وشافيا ما في صدور وحلابها حاجات كجرنا ابن عباس وشافيا هذا الكيس ونكف لنيه أو فلم يدع كما تقى ابن عباس لذي إربة وحجأها في القول هذل يعني وحجأها هذا المناسب كوها وقام تغيو جدا هذا الكاسي أهايا ولا هزلا أما ديل ديل يعني هذا الكن دفاعي الهدوضي أما ديل ديل أنا أقدام هزلي أنا أقدام ابن عباس وحجأها هذا وقام تغيو سموت بانكرن قطي وعرك قشي سموت إلى العلا ابن عباس وعرك قشي وكرن قطي بغير مشقة مشقة الآن أياد عركة تقتي أذكر إلهي كوقاضي فنلت وقادي ذراها مجدك إيا شرفت بار كيدات قادي لا دينيا ميله سماءها ولا وغلا أما ميل ضعيفة مجدك ماذا كقادين بل عركة مجدك كقادي. وأخرجوا أيضا الطبراني عن حسان بن ثابت كما في مجمع الزوائد بنحوه وفي حديثه إنه ابن عباس والله بانكير كان أولاكم بها سقى إذن كأوليسنا خلافة إنها والله سبابة النبوة ابن عباس وهنباء هنباء أنبياء كتكتويا ووراثة أحمد يا النبي عليه الصلاة والله والسلام دحل كيسي ويهديه ابن عباس وحاهجي أعراقه حدد كيس يا نصب كيس يا وانتزاع شبيه طباعي طباعات الطبع كيسة وأك طبعي النبي عليه السلام بكسر دمبليا وانتزاع شبيه طباعي انتزاع يعني وارد فشدا يا دمبلا شدا طبيعة النبي عليه السلام بمركز جيدا هيسي عرق جيس يجبني ما تكيس يجري. فقال القوم ذلك بحيلنا أجمل وربل هذا الكقرح وقبي نكو هذا يا حسن. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين صدقوا رم بيشيغين بل تحير أشيك فأنشأ وحب الله بحسان يمدح ابن عباس وأمانه رضي الله تعالى عنهما. فقال إذا مبن عباس إن عباس هدي بدا لك وجهه أدوك أصبح إن عباس وعبد الله بن عباس رأيت له وحد أركيس في كل مجمعة مجمع كستا يفهم ملك سود اللجوء أرسلني ابن عباس هدوي ما دو حد أركيس فضلا إنه ضدك فضل ديريه. ثم ذكر حشة على أشعار الثلاثة المذكورة صدق ذلك قبل أن صلى فني براعي. ثم زاد بعدها وحوك سيدري خلقت والو أبوري ابن عباس حليفا أضو جيل لها وبه وذاك للي والقروب أها للمروءة شرفت هذه وحالو أبوري لو صورنا لطيبة هذه هي مروءة للسعودة وحزبك مروءة مروءة وشرفت يقبني متك.
iyo wanada buu yiri juudka iyo karamka. Marka naduhu waa juudka iyo karamta iyo waxbixinta. Baliigan adoo balaaqale, marka wuxuu leeyahay waxaa lagu abuurayba oo soo dhalatay aday oo kula dhashay adiga mar qureeto walaal aad la tahay sharafta iyo daaqda iyo balaaqada. Walam tukhlaq laguma abuurin kahaman nin kaslaan ah oo caajis adigu ah laguma abuurin. Walaa xalaa ama adoo daalan, mana daalanid yaani nin batii ah oo daalan mati laguma abuurin. Faqaala alwaali ninki waaliga ha muxuu yiri wallahi ma arada bil kahami malaha kaslaankaas gayri ninanahe uma jeedo malaha anuu ii jeedaa anuu ii dud xulayaa. Wallahi bayni wallahu bayni wa baynahu asagiyo anigana ilaahay baana kala xukumaya buu yiri. Qaala raximahullahu tacaala adducaau lilansaar wa sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed.